جاء في البيان كما قلتي اننا حنا كشباب طريه ضد التجنيد الاجباري. اولا غير باش نوضح هذه المساله، واننا حنا ماشي ضد التجنيد الاجباري بشكل عام. حنا قلنا حنا مع خدمات الوطن بكل السبل المتاحه ولو عسكريا، وهذا ممكن نستمدوه من التالوت ديال الحزب اللي كيتبنى تحرير ديمقراطيه اشتراكيه. دونك كنقول التحرير هو تحرير الارض وتحرير الانسان، يعني التحرير لان المغرب كيعرف مجموعه من المناطق ومجموعه من الجزر اللي مازال محتله. وبالتالي حنا يعني ماشي ضد التجنيد الاجباري، ولكن ضد الطريقه اللي جا بها التجنيد الاجباري، وايضا السياق اللي جا فيه التجنيد الاجباري، ثم الهدف من التجنيد الاجباري. حنا علاش ضد التجنيد الاجباري بهذه الصيغه اللي كاينه؟ اولا لانه جاء بواحد الطريقه اللي ما كانتش فيها يعني الاستماع الى راي الشباب، الى الاستماع الى تمثيلياته الشبيبيه، الشبيبات الحزبيه المناضله. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو انه جاء بطريقه فوقيه، يعني حتى لا تحدثنا على الحكومه اللي كاينه الان والبرلمان، وقت حنا كنقولوا بانهم ما كيحكموش، ولكن في البرنامج ديالهم ولا في البرنامج ديال الاحزاب اللي ترشحت الانتخابات ما كانش موضوع التجنيد الاجباري. اذا من هنا ممكن نستنتجوا بانه جاء من واحد الجهه اخرى اللي سميتو. هذه نقطه. النقطه الثانيه وايضا الصيغه اللي جابها، يعني البنود ديال التجنيد الاجباري. اذا البنود التجنيد الاجباري هو يعني اعاده، او كما جاء في البيان ان الان بغينا نرجعوا الشباب الى عهد الصخره، يعني بغينا يخلقوا واحد الجيل ديال الشباب في واحد بصيغه معينه، يعني بشكل معين بغينا نجيو واحد الجيل ديال الشباب اللي كيتماشى مع واحد المعايير هما حاطينها. علاش؟ السؤال الاساسي هو علاش. وهنا ممكن نتحدثوا على السياق العام. الان المغرب كيعرف مجموعه من الحركات الاحتجاجيه، مجموعه من الحركات النضاليه، واللي كيقودوها شباب، ابتداء او انطلاقا من حركه 20 فبراير وما قبل حركه 20 فبراير، مرورا بالحركه الاحتجاجيه الخبزيه، حركه المعطلين، حركه تنسيقيه ديال الاساتذه، تنسيقيه ديال الممرضين ديال الاطباء وما الى ذلك، ثم وصولا الى الحراك الاجتماعي الان، سواء الحراك الاجتماعي بالريف او بجراده او بمجموعه من المناطق. اذا الشباب هما اللي كيقودوا هذه الحركات، وبالتالي الوعي السياسي ديال الشباب بدا في الارتفاع. اذا الناس اللي حاكمين وعاوا بهذه المساله ديال ان هناك وعي شبابي سياسي يتكون، وبالتالي كان لابد من كبح جماح هذا الوعي السياسي، وبالتالي قانون ديال التجنيد الاجباري جا في هذا السياق، وانه بغاو يكسروا هذا الوعي السياسي ديال الشباب اللي بدا اللي انطلق مع حركه 20 فبراير. اذا بالتالي كنقولوا بان الهدف ديال التجنيد الاجباري عندهم هما ماشي هو خدمه الوطن او انه الدفاع على الوطن، ولكن هو لهدف معين، هو خلق واحد النوع ديال الشباب اللي ما كيحسش، اللي ما كيناضلش، اللي ما كيهضرش لحقه، اللي كيقول نعم ما كيقولش لا. هذا هو فين عندنا حنا المشكل. اذا بالتالي كنقولوا حنا ضد هذا التجنيد الاجباري لهذه الاسباب. بالنسبه للتجنيد الاجباري او الدفاع على الوطن، كما قلت لك هذه شي حاجه اللي حنا كنامنوا بها ما عمرنا نتخلاو عليها، وتاريخيا دائما المناضلين ديالنا في اي معركه كيحتاجوا المواطن كيكونوا موجودين، ولكن ماشي انهم خاصهم يصطفوا في واحد الجهه معينه، ماشي بالضر انهم يصطفوا مع الحكم، ولكن عندهم رايهم في كيفيه الدفاع على الوطن، ماشي فقط المستوى العسكري ولكن ايضا على المستوى المدني. وحنا طالبنا في البيان ديالنا بانه لا بد من ان تكون هناك خدمه مدنيه. وعلاش قلنا خدمه مدنيه؟ هنا ممكن نرجع معك التاريخ ديالنا، خصوصا في العهد ديال الشهيد مهدي ببركه، انه هو اللي كان عطى الانطلاقه ديال الخدمه المدنيه للشباب انهم يتطوعوا ويقوموا بمجموعه من المهام ومجموعه من 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 المشاريع اللي اولا كتربي بالشباب على الوطنيه، ثانيا انها كتكون مشاريع اللي ممكن انها تعطي افاده وتنفع الشباب، ثالثا انها كتكون عندها مصلحه عامه. وهادشي اللي كنطالبوا به حنايا. حنا بغينا الشباب اليوم انه تفتح ليه المجال ديال الخدمه المدنيه، في انه يتكون، في انه ياخذ فورماسيون ويمشي، ممكن انه يطور راسه، في انه يساعد ناس اخرين في الجبال وفي المداشر اللي ما عندهمش مدارس، ما عندهمش سبيطارات. هنا فين ممكن ان اذا التجنيد الاجباري كان غادي يجي؟ ماشي بهذه الصيغه، ماشي بهذه الطريقه، لان الاساسي الان هو ان هذا الوعي السياسي اللي كيتكون هو في صالح المغرب، في صالح الوطن، لانه هو اللي ممكن يفتح ابواب ديال التغيير الديمقراطي. الشباب اليوم خاصو اجباريه تكون في ماذا؟ في التعليم، في الصحه، في الخدمات الاجتماعيه وما الى ذلك. هادشي اللي محتاجه الشباب اليوم. الا كوننا شبابنا واستطاع انه يكون عنده وعي سياسي وتكون عنده تربيه سياسيه ويكون عنده وعي مدني وتربيه مدنيه، يكون هنا فين ممكن تحثوا على المواطن وتحثوا على الوطنيه ويدافع على الوطن باحسن بجميع الوسائل اللي كيملكها. اما الا فرضنا عليه واحد التجنيد اجباري فقط باش اننا نكبحوا الوعي السياسي ديالو، بالتالي غادي كنقول بان هذا ماشي حل عندهم، ولكن لان التغيير الديمقراطي او قافله التغيير الديمقراطي ما عمرها كتوقف بتحيه نضاليه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.